السلام عليكم ومرحبا بكم في شي وادي اليوم ان شاء الله، اللي هي عبارة عن المسمن او لا الملوي ولا رغيفات اللي كيجيونا على هذا الشكل. كتشوفوا شتو معايا الطي ديالهم كيفاش شكلتهم. اللي كيهمها الامر تابع الفيديو من الاول حتى الاخير. دمتم في رعاية الله وفرجة ممتعة. بسم الله وعلى بركة الله نبدأ في الوصفة. هنا عندي زلافة ونص ديال الدقيق الأبيض في زلافة ديال الفينو كما يمكن لكم، وكيفاش انتم متعودين كتوضعوا الدقيق ديالكم. وضعت القليل من الملح وغادي نعجنها إن شاء الله بالماء يكون دافئ، ولما تعجن وتعلك نخليها ترتاح شوية وندوزو باش نشكلوها مع بعض. بعد ما تعجن العجين وخليته يرتاح شوية، دابا غادي نقطعو الكريات بالاستعانة من القليل من الزيت على هاد الشكل. غادي يكونوا مزدوجين جوج، اذا وحده. غادي نتمشى على هذا الشكل حتى نكمل العجين اللي عندي ونغطيه ونخليه يرتاح ونشكلوه مع بعض ان شاء الله. بعد ما خليت العجين ديالي يطلق مزيان، دابا غادي نشكلوه ونحاولوا نرققوه، وبالخصوص هذه الجوانب. هنا في طاولة العمل وضعت الزيت، دابا غادي نوضع الزبدة. انا يعني هنا عندي الزبدة ديال الاكل. نوضع القليل من الفينو، غادي نجي لهنا على هذا الشكل على جوج، من اليمين ومن الشمال. غادي نوضع على هذا الشكل، ندورها هنا هكا كتبان. ونحاول نقاد عاوتاني، ثانية. ملي كنخليو العجين ديالنا كيطلق مزيان ويقبط حقو باش يرتاح، كيتسرح لنا بكل سهولة. الزبدة والقليل من الفينو، ونرجع هاد العجينة هنا
ونقاد هنا نجيبها على شكل مطبخ وكذلك من هاد الجهة. غادي نخليهم يرتاحوا ان شاء الله، لان الكميه اللي عندي كلها خدمتها. ونتلاقاو باش نطيبوهم. هنا وضعت المقلاه، غادي نرشها بالقليل من الزيت وغادي نوضع الملويه ديالي على هذا الشكل، اولا مسمنه ولا رغيفات، كل واحد كيفاش كيسميهم. قبل ما تطيب نقلبها. وانا كنقلب فيها حتى تطيب ان شاء الله. عاوتاني نقلبها. العافية، راه عندي مهيلة باش طيب ليا على خاطرها وطيب مزيان. ديما نعطيو الوقت الا بغينا الحاجة تطلع معانا مزيان. كما كتشوفوا ها هي كتنفخ. نزيد لها من هاد الجهة، مازال خصها تحمر شوية. كما كتشوفوها هي طابت،
غادي نحيدها. ندير واحدة اخرى طيب. قليل من الزيت، غير القليل ما نكتروش. غادي يطيب ان شاء الله بحال الاولى، ونتلاقاو باش نشوفوه في طبق التقديم. رغيفات اولا ملوي اولا مسمن، كل واحد كيفاش كيسميه، كيجينا على هذا الشكل. هانتوما كيفاش على جوج طويات، شوفوا ما شاء الله كيفاش كيجي مورق ورطب. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تعجبكم، والى عجبتكم شاركوها مع احبابكم ومعارفكم باش تعم الفائده، وضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء في فيديو قادم بمشيئة الله.